هنا حمص من وسط هذا الدمار. سوف ندخل إلى شوارعها لنرى هؤلاء الأبطال أهالي حمص، جنود حمص، ثوار حمص. ما هي المعنويات هنا؟ هم سوف يتحدثون. تعالوا معنا في هذه الجولة في هذه الأحياء، لا على التحديد في حمص القديمة، في جورج شياح، في الخالدية، في أي شارع، لنسأل ما هي معنويات الجيش الحر في مدينة حمص. إنهم أحفاد خالد، فانتظرونا، ابقوا معنا. السلام عليكم. السلام. كيفكم؟ الحمد لله. وطالعين هالجبهة؟ إن شاء الله. إن شاء الله. شو سمعتك عم تغني؟ إي والله مبسوط. شو عم تقول؟ حال للحرية. عم يحشد الجيش على حوالي حمص، بده ياخذ حمص شمنينا؟ بإذن الله ما بياخذها. بإذن الله منصور. شلون المعنويات؟ الحمد لله تمام على الأول. بإذن الله خالص النظام، بإذن الله. ما مشتاقين تواجهون على الأرض؟ صار له هلا سنة عم يخصفنا. والله نحن مستعدين لأي دقيقة، لأي ثانية نحن مستعدين. لأنه هو جبان إنه على الأرض مستحيل يحاربنا. هو اختار الفضاء. وهلا بيدخل حمص؟ بإذن الله ما بيدخل. بيدخل حمص؟ لا والله بإذن الله احنا منصورين. قولوا له بيدخل حمص شيء؟ بإذن الله ما بفوتها. سموا شو حاني لشو حاني؟ حاني للحرية حاني. يا شعب البيت ومش آمن. وكبار صغار بنعرف انه يلي بيقتل شعبه خاين. وبشار الأسد خاين. بإذن الله. راح يقدر يدخل جيشه؟ بإذن الله لا. راح يقدر يدخل جيشه حمص؟ يعني عم تستنوه لما لا انتوا الحماصني؟ نقول له اهلا وسهلا شرفوا ان شاء الله. نحن بدنا اياهم يفوتوا. جايينك بالحمصيه؟ جايينك بالحمصيه. انهم شباب حمص، رجال حمص، الله يحميكم. الله يسلمك. عجبهاتكم هلا ما هي؟ لبيك يا اقصى. هذا ما نأمله من هؤلاء الفتيه. هؤلاء الفتيه عاشق الجهاد. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. شو عم ناكلكم بالحمصيه؟ اي والله صفى. ما لنا سألانين للأسف. ما لنا سألانين وبدنا نجيبه إذا بكونوا بتم السبع. وطالما حمص فيها أحرار وعم تخلف أبطال بدنا نجيبه بتم السبع. ما رح نركع. نحن شباب حمص. وحمص ما رح تستسلم. بده يضربنا بالميك، بالصواريخ، شو ما ضرب يضرب. حمص ما لنا سألانين. وحمص فيها أبطال. أكيد فيها أبطال. هلا هو عم يقصفنا من الجو مشكلة. ما جرب الأبطال على الأرض. يقصف. ما لنا زلمة يجي يواجهنا. يبعث لنا جيش يواجهنا. ينزل على الارض. بدنا جيش واجهنا ينزل على الارض. على الارض معركه. هو بده جيش روسي لانه جيش اللي عنده خالص فطاس. الحمد لله نحن رب العالمين نحن بادعنا بالجبهات كلياتها والشباب همتها قويه الحمد لله. بس نحن هو عم يقول انه بده جيش روسي يجي مشان يقاتلنا ومشان يدافع عن جيشه. هو هلا في ناقلات طبعا. خلي يجيبوا بس يجيبوا شباب الحمص. يشوف شباب حمص. اسالكم بالله شقد مشتاقين لتواجه الجيش هلا. خوالي حمص ملينا هذه لا شغله ولا عمله. يبعتنا جيش بس بدنا جيش. بدنا جيش واجهنا على طالعين على الجبهه. انتم هي على الجبهه ايه؟ عنو بدكم ايه؟ كبه حمصيه هاي حمصيه شغل هون طبعا. هي برغل ما فيها لحم اكيد. الحمد لله. حاطط لبيك يا اقصى. شو بالنسبه لنا الاقصى؟ الاقصى هي ارضنا ورمزنا. قبلتنا ورمزنا. رمزنا راح نحررها باذن الله. باذن الله راح نحررها. شايف كانه شو هاي؟ هاي هديه من مين؟ من والدي. والله من الوالدة هاي. وقالت لي انه لو الاول استشهدت هذا دم غالي، دم حمص، لو انه الشهادة هاي خليها برأتها لانه نحن ام حمص، امنا ام غالي حمص. نحن شباب حمص، ما يفكروا نحن ارهابيين. نحن حمص حماس. نحن حماس. نحن منين انت؟ انا بالخالدية. وانا هلا بحمص القديم. يا هاي الخالدية على طول. نحن بالخالدية متحدى الاسد. نحن اهل الخالدية ومتحدى الاسد. لا والله بنتحدى من الاكبر منه. مالك اسد. عندك جيشك بس تفوت على الخالدية. شو بنقول له كلمة الاسد منك هلا؟ بنقول له انت فاشل. ايوه يعني سوريا انا. سوريا انا الشقة والابا. سوريا انا. هؤلاء هم شباب حمص. اذا اردت ان تختبرهم ايها الاسد وجيشك فلياتي الى الارض. على ارض المعركه صدقني هم مشتاقون للشهاده ومشتاقون لملاقات هذا الجيش الفاشل. جبنا جيش نحن القوم. جبنا جيش. ما جبنا جيب من روسيا من ايران من الصين. من وين بدك جيب؟ بدنا نواجههم. بدنا جيش. بدنا على ارض المعركه. اللي احنا مشتاقين له. مشتاقين له. ملينا قاعدين لا شغله ولا عامله. ما في ولا عسكر عم يطلع. بس شاطر بيطالع الطياره بتفطر هيك وعم يضرب ضربه فاشل كمان على فكره. قول له اخر كلمه. جايينك والله جايينك بالحمص. جايينك اذا بكونك بتم السبع بدنا نشحطها. جاي حمص العديه بس ان الله جاي. نحن شباب حمص. السلام عليكم. يا
هني يقتلونا. الله يحميكم يا رب. كبه حمصيه ما هي؟ اي والله كبه حمصيه. تفضل. شلون يمي؟ يمي قوي ان شاء الله. هاتلو اخي هاتلو قرصه اخونا ابو علاء. شلون مسوي؟ علينا اخي ابو علاء. هاتلو حق الله يحفظك. اعطينا ابو احمد ما لنا مشتاقين انه يواجهون على الارض هالجيش اللي عم يستعين بجيش روسي على ما اظن اللي جايب ناقلات روس. اذا بيستعين كل جيوش العالم. نحن معنا جيش واحد ولا اله الا الله محمد رسول الله. قول له هذا كله بدك وعلوم. ما مشتاقين نواجهه على الارض؟ بدك وعلوم هذا. سار ابو عمار بدك وعلوم. بدك وعلوم. حمصيه هاي؟ ايه حمصيه. حمصيه. رد عد له اياها مشان يفهم. هاي بدك وعلوم. انهم رجال حمص. انهم ابطال حمص. نعم. اخي ابو احمد مجازر وكتري. انا الشباب انتوا هلا مستريحين انت قائد كتيبه نعم ولا استراحه شبابكم واقفين هون انا كل الشباب عم واجههم كانكم مشتاقين تواجهون على الارض نحن ان شاء الله تعالى باذن الله نعمل صنوم له اكبر مجزره اكبر مجزره نحن خططنا لها مجزره كبيره له للنظام وخاصه للطائفه النصريه الطائفه العلويه ومجزره كبيره كبيره نجي على الارض ما لهم شيء باذن الله شو السبب انتوا عم تنظروا للموضوع بهالشكل اخي ابو احمد نحن الموضوع اخي نحن بنضرب لهم دبابه هون بنضرب لهم بارجي بنضرب لهم هاوي بياخذوا طارهم بالمدنيه العزل العاديين يعني طبعا مجازر كثير ايه نعم مجازر نحن طائفيين بس نحن ما عاد نسكن نحن طائفيين بدنا نصير طائفيين مجزرة ساعة مجزرة نحن هلا طائفيين نعم نحن ابد كنا نقول مجزرة نحن هلا اكبر طائفي شوي مجزرة الحولي شو لسه في اكثر من يعني عم يذبحوا النسوان عم يذبحوا الاولاد وعم يذبحوا الخطايرة وبالاخير نحن طلعنا لا طائفيين سوريا للجميع بينما احنا شعبنا كسنة عم يقتل يوميا يوميا هاي رسالة لامريكا النسوان امريكا اللي تصنف الارهاب اين انتم من مجازر حمص الحصية الحولة كرم الزيتون العدوية هل هذه جرائم ليس تطرف من هذه الطائفة النصيرية تطرف لما لا عم يجبرونا على شيء نحن ما بدنا اياه بدون طائفية نحن ما عاد في طائفية طائفية بيوم غالي هذا تحذير هذا تحذير وبدي وفعل راح يجبرونا جبرونا انه جبرونا ولا بده يصير فعل بده تصير مجازر فيهم باذن الله يوم الدين باذن الله مش هايلون على الارض حجي باذن الله وصلناهم الحين والله نوجه لهم دعوه يتفضلوا يفوتوا على حمص تفضلوا هنو دباباتهم طيرانهم راح ياخذوا حمص ايران تبعهم اعوذ بالله اعوذ بالله جايينك اصلح جايينك جايينك ما اسكت به انهم ابطال حمص انهم معنويات رجال حمص والله ان الميك في السماء ولكن هم ياكلون الكبه الحمصيه في الشوارع غير عاديين لا بطائراتك ولا دباباتك كبي فلت كبي كب فلت الله يحييكم يا رب الله يعطيكم العافيه قال عم يجي جيش لحمص وعم يحشد لحمص شو مش قايل له انتم عم تستنوه لما لا انتم هلا استراحتكم مجاهدين انتم من الجيش الحر من سوار حمص نحن قاعدين عم نستنى مشتاقين له مجاهد كثير مشتاقين له ما نزل على الارض لهلا له ولجنوده ما لنا خايفاني قال عم يحشد لنا ما نخاف غير من الله مشتاقين للمواجهه معه كثير كثير طيب ادعوا من اهالينا ادعوا ادعوا ان شاء الله هاي هذه دعوه من رجال حمص من سوار حمص وان شاء الله يجي ان شاء الله بيجوا نحن بدنا اياهم يجوا هلا هلا عم نجهز لحمص ونحن مجهزين له كمان باذن الله مشتاقين ما مشتاقين لحد لا ما شافونا على الارض بس بيخصفوا من السماء بس هن يجوا على الارض يشوفونا نورطيهم بالسماء وبالارض ان شاء الله باذن الله عم نستناهم هي باذن الله دعوه ندعي اكثر من هيك قول له الله يوفقك تعال فوت على حمص الله يوفقك تعال يا بشار الاسود مستنيينك انت وجيشك انت وجيشك وشبيحته خايفه منه شيء انت؟ لا والله شو بتقول له؟ بقول له تعال عنا عشان اشوف فيك شيء ما شفته هسه عم يحشد قال هو لك يحشد ليش بو ما في ما طالع منه شيء بنوه بشرفك ما مشتاق للمواجهه على الارض لا مشتاق ملينا من الجو يمكن ملينا هيك من الجويين ملينا من القعده اعطوه دعوه قول له تفضلوا احنا جاهزين لكم ايها الجيش الاسدي اهلا وسهلا ببشار الاسود ما نوقف نفوت على خالدي ولا حمص المحاصره بنوم نحن عم نستنى نحن في انتظارك فارغ الصبر عم نستنى انهم رجال حمص ابطال حمص 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 العاديه حمص المحاصره الله يعطيكم العافيه الله يحميكم يا رب كيفكم الحمد لله رب العالمين طالعين الجبهه ما هي اي والله انتم بالاضافه لانكم مجاهدين ولكم طلاقاتكم كمان صيانه يمكن شايف كلكم شحم اي والله ما هي ما في لا كهرباء ما خايفانين اخي ابو انس ما تكون خايفانين الجيش الاسدي قال عم يحشدنا حوالي حمص صغيري شيخي صغيري خايفانين مشتاقين له شيء انتم صغيري
نحن بدنا يا جاهم مجهزين وكل شيء بعون واحد احد. يعني ما لنا مع الرعوبين وخيفانين؟ لا 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 ربكم ما مليتوا من الطيران شيء تشوفون على الارض؟ عادي عادي. شو من الوصفه؟ خلينا نجي نخبرون الله. طيب واذا ندعوهم للجي لعنا كمان؟ ايه خليه خليه له مفاجات كثيره. له مفاجات كثيره. يبلغ البحر. له مفاجات كثيره شيخي. بربك ما مشتاقين انه هو اللي يقرب ويجي؟ اي والله. عم يحشد لكم ها؟ يحشد لكم. الله يعطيهم نحن عدينا بعود واحد احول. نحن جاهزين باي شغله. طيب وجهوا له دعوه يتفضل على حمص للجيش الاسدي. يا ريت يا ريت يا رب. امنيه امنيه من رجال حمص. والله يا ريت يا ريت. ونقول اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى. خلي يجي مجهزين له مفاجآت كثير. عم نستناه عم نستناه. تكبير الله اكبر. تكبير يا شباب. الله الله يحميكم. قاعدين مع خفانين لا من قصف ولا من طيران ولا من شيء. مع الصوبيا وبالشارع يعني نحن قاعدين بالشارع. جيش الاسد قال عم يحشدنا هلا. عم يحشد قوه. مشتاقين المواجهة معه؟ كل نهار على المواجهة. نقول له تفضل لعنا؟ نحن جاهزين بالانتظار. انهم رجال حرب. هاي قاعدين بالشوارع مستناهم. لا له جاهزون. يعني متزر كفر عاية 450 واحد ما شبعته يعني؟ لا ما شبعته. والحصوية وغيرها وغيرها. نحن ما لنا طائفين بس كأنه عم نتدبح نحن كسنة يمكن هيك خير. هي شغلة هو اللي دار طائفية. هني داروا جبرونا نحن متعايشين ان مئات السنين معه هون بس هلا نحن عم نذبح كسنا عم نذبح ايران روسيا وبشار حسن لعن حسن طبعا. طيب شو من الجيش الاسد على اساس انه عم يحشدنا وجايب جيش روسيا على فكره صاحب ومندحير وان شاء الله باذن الله نحن منصورين وباذن الله بدنا ندبحهم مثل ما دبحونا باذن الله. ما مليتوا من القصف؟ مشتاقين قاعدين. ما مشتاقين المواجهه على الارض؟ ايه مشتاقين. اصبح وجهه الروسي. شلون شلون ابو؟ عم بقول ابو محمد لعنه الله على الجيش الروسي والايراني والسوري. من رجل حمصي لعنه الله على الجيش الايراني والروسي. في جيش حمصي لما جيش اسدي يعني. جيش اسدي جيش الاسد اخي انهم مو جيش هذول شبيحه حراميه هذول جيش لو انهم جيش ما بيعملوا عميقه انت شبيحه هلا اسمعوا اسماء الاسدي قائد الشبيحه انهم رجال حمص بانتصاركم ايها الجيش الاسدي فحشت ما شاء الله خفانين يا شباب لا جايين حمص رجال حمص وسوار حمص جايين ندوس على خشومهم باذن الله تكبير الله اكبر الله اكبر ديكو الله يعطيك الله يعطيك يا رب انتم سواد حمص رجال حمص نعم الجيش الاسدي عم يحشد لكم هلا حمص وبده ياخذ حمص منكم قادر ترى هاي يمكن قادر بس بالمنام بالمنام بياخذ بالمنام يعني. شوف انا ما كثير بالمنام ما مشتاقين للمواجهه معه عم يحلم ان شاء الله بنتمنى يعني نحن يفوت مشتاقين انه يجي شكرا اصبح من له تفضل وجرب تفضل له ملينا من الجو ما هي لا دخلنا من الادي والله لا دخلنا من الادي الله وكيلك راح يقدر ياخذ حمص ولا اقول لك بالمنام ولا مدر بالمنام بس كلمة شاف كلمة كمان اخيرا للاسد يلعن روحه يلعن روحه يلعن روحه من رجال حمص الابطال انا حمص حمص الابطال الله يحميك يا رب انت من صورنا هلا باستراحتك ايه الجيش الاسدي عم يحشد قال بده ياخذ حمص بيقدر ياخذها إذن الله ما بإذن شو من اللي أصبح؟ إنه إذن الله راح تفراي راح نطلع من هون بدنا نحرر حمص بإذن الله من اللي تفضل إحنا مشتاقين لك جاهزين؟ أهلا وسهلا يا إحنا بدهم أهلا وسهلا من رجال حمص الله يعطيك العافية الله يحفظك حشدنا من رجال حمص انهم ابطال حمص ايها الاسد حمص حمص العاديه
حافظ. يا حافظ. يا حافظ. عليكم السلام. الله يعطيك العافية. قولوا لي عن روحك يا بشار. تحب الجيش الحر انت؟ ايه. تحب الجيش الحر؟ اجا بابا. اجا بابا؟ تخافوا من الاسد شيء انتو؟ لا. نحن ما بنخاف الا من الله. من الله. الله يحميكم. هذول لك؟ الله يخلي لك اياهم يا رب. الله يسلمك. هذول اولادك؟ ايه. الله يسلمك. الجيش الاسدي هلا عم يحشدنا. نخاف من الجيش الاسدي يا الله. شو بنقول له؟ بنقول له نحن باذن الله، باذن الله نحن معنا الله. معنا الله، انت كمان من المجاهدين هون على الارض. نقول له جايينك للاسد. جايينك باذن الله. شلون معنوياتنا؟ الحمد لله رب العالمين. كل شفافيه ما بتتم في الديونات السوريه. الحمد لله رب العالمين. اشتينا غير الله. اشتينا للمواجهه معهم. اي والله. ينزل على الارض حاجي يخصفنا بالجو. حاجي يخصفنا اي والله، اي والله حاجي يخصفنا بالجو. حاجي يخصفنا. روم انت هون عايش عيلي ومعك اولادك؟ ايه. بهالمعنويات الحمد لله رب العالمين. والله الفضل لله. الحمد لله. الحمد لله. امورنا ان شاء الله باذن الله باذن رغم الله. رغم هالبرد ورغم هالتعب وقله الموارد معنويات عالية وكل الجيش الاسدي عم نستناه نحن بحمص. باذن الله. انت والولاد ان شاء الله والمراه. جايينك باذن الله. جايينك كله جايينك. كله جايينك. ملو هيك كله جايينك. السلام عليكم. جاي من الجبهة أكيد. الجيش الأسدي قال عم يحشدنا بده ياخذ حمص بيقدر؟ بإذن الله ما بيقدر وما بيطلع له لا هو ولا روسيا ولا الصين تبعيته، وإذا محس بغابل إحنا أسودا. الله يحميك. هاي رسالة للنظام وللأسد. طيب هلا هو صار له هلا السنة تقريبا عم يقصفنا من الجو، ما عم يصير ينزل على الأرض، ما مشتاقين للمواجهة معه؟ والله مشتاقين وبإذن الله قريب المواجهة. بإذن الله رح نفك الحصار عن هالعالم وراح نتقدم باذن الله ونحرر حمص كامله كامله. ولجيش اللي عم نستناه يتفضلوا لعنا؟ يتفضلوا، احنا جاهزين وعم نستناهم حر من الجمر. من قلبك؟ والله من قلبي من جوا. اصبح من له جايينك بالحمص. معنويات نار باذن الله. باذن الله انهم رجال حمص، انهم ابطال حمص. الله يعافيك يا رب. الله يسلمك. جايين الجبهه. الله يخليك يا رب. حمازك راسي ابعدوا. شو اخباركم؟ الحمد لله رب العالمين. بفضل الله. تعال سمعت الحماصني خيفانين انتوا عم يحشد لكم الجيش الاسدي. يحشد قد ما بده، خاصه هو الجيش ما مشتاقين لهم للمواجهه. ملينا من الجو يمكن شيخي. اي والله. والله الحماصني شغلتكم غريب يعني اليوم انتوا كذا واحد قابلته مشتاقين لمواجهه الجيش الاسدي. طيب شو بنقول له الجيش الاسدي وللاسد؟ تفضل يفرجينا عرض كتابه ويتفضل هو دباباته. يا يعني نحن يا هو قواتك بالضباطك فوتوا اذا رح تقدروا تفوتوا. نحن باذن الله صامدين لاخر قطره دم مننا، لاخر طفل وبقيانين هون وصامدين باذن الله. باذن الله. بس في عندي انا نقط. انا بقول للشباب اللي برا، للشباب اللي برا يحرقوا حالهم ويشدوا الهمه، ونحن هون نحن صامدين ومعنا صامدين لا ياكلوا همنا نحن، وبنتحدى الجيش الاسدي والروسي والصيني. ان شاء الله. هؤلاء هم رجال حمص، هؤلاء هم احفاد خالد. الله يعطيكم العافيه. الله يحميكم. الله يحييكم. السلام عليكم. الله يعطيكم العافيه. جايين من على الجبهه باذن الله تعالى. شو اخباركم؟ رايحين على الجبهه الثانيه ان شاء الله باذن الله. هلا عم يحشدنا الجيش الاسدي وهي في سفن روسيه كمان، ما نكون خايفانين بحمص هون؟ باذن الله تعالى ما بنخاف لا من السفن الروسيه ولا من السفن الصينيه، نحن ما بنخاف غير من رب العالمين باذن الله تعالى. اشتينا للجيش على الارض؟ صلوا هلا سنة عم يخصفنا، ما نزل بمواجهة حقيقية. هو اللي تعب، ما نحن تعبنا. طيب وهلا شو بنقول له يتفضل لعنا على الارض يجري؟ سهلة فيه بأي وقت، نحن عم نستناه. مثل ما هو عم يحشد، مثل ما هو عم يحشد نحن عم نحشد قد ومرتين بإذن الله تعالى. معنا رب العالمين نحن. جاهز. طبعا معنا الله نحن. كلياتنا شفنا المجازر اللي عملوا بالذات آخر مجزرة اللي هي بالحصوية. نحن جماعة ما طائفين، بس نحن كشعب سنة عم نتذبح. صح. ليش عم يجبرونا إنه نكون طائفيين؟ هذا الشيء من ايده، هو اللي عم يورط هالشعوب لبعضها، عم يساوي يعني شغلات بين العلويه وبين السنه وبين المسيحيه وبين الدروز. بس هلا يمكن ما عاد نسكت لحنا. نحن ما عاد نسكت. هاي الطائفه النصيريه لازم نحط لها حد، ما هيك يا شيخي؟ انا نحاسبها، كله يتحاسب، كله راح يتحاسب، كله يتحاسب. ما عاد نسكت بعد اليوم، ما عاد نسكت باذن الله. دفعنا ثمن كثير غالي اكيد. لانه جايينا جايينك ما خايفانين ايها الحماصنه؟ بالحمصيه وبالخالديه وبحمص القديمه وبجوره الشياح وكل شيء بحمص. جايينك جايينك. وللجيش هذا اللي عم يحشدها هذا باذن الله يعني بايدنا باذن الله.
بايدنا باذن الله. انا شايفك انه مشتاق له. يا الله يا سلام يا سلام، والله مشتاق له كثير على الارض. هو اصلا لو انه رجال بينزل على الارض ما بيطلع بالطياره، ما بضل عم يخصفنا سنين. هلا لو انه رجال مزبوط وجيش، وهذا رجال مزبوط كانوا بيواجهونا على الارض. الله يعطيكم العافيه، الله يحميكم. سلام عليكم. شو مرتاحين هلا استراحتكم انت؟ اي والله. انت بشوفك على طول على جبهه جورج شياح. اي مزبوط. ما هيك؟ مزبوط. ما خيفانين من الجيش؟ قال عم حشدنا هلا الجيش. لا بالله ما مشتاقين له؟ على واجهتين شو شيء عسكري ما عم. شو بنقول له كلمه اصبعه؟ والله جايين هون. جايين هون مندوس على روسهم كلياتهم، هني وبشار وماهر لسوا. باذن الله. امتنا عاليه اصبعه. باذن الله. ملينا من القصف، بدنا اياه ينزل على الارض. ما عم ينزل، لو انه زلمه كان نزل، بس ما عم ينزل. طيب وجهوا له دعوه للجيش الاسد هلا يتفضل على حمص، راح ياخذ حمص؟ ما بصر عيونهم لا هني ولا الأكبر منهم ولا إيران ولا حزب الله ولا هذا العرس الخميمي، ما راح يقدروا ياخذوها. بإذن الله بنقول له جايينك إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. الله يحميكم يا رب. أكيد شايف كيسك وطالع الجبهة، ما هي؟ الله يعطيك العافية. كم السلام ورحمة الله وبركاته، كيفك؟ الحمد لله. عجبها طالع هلا وشايل اغراضك، اكيد نوبتك هلا. لا راجع. راجع من النوبي هلا، كويس. ما خيفاني من الجيش الاسدي؟ قال عم يحشد من الجيش الاسدي. الله يقوي لفرجي. اللي عم نستناه نحن. لك. شو بنقول له كلمه للاسد لجيشه؟ خلص ما بايله شيء. قول له تفضل. اكيد عم نستناه وعم نقول له. راح ياخذ حمص؟ ما بياخذ شيء. لا هو لا جيشه. الله يحميك يا رب. الله يعطيكم العافية، الله يحميكم. جايين على الجبهة لما طالعين على الجبهة؟ طالعين على الجبهة والله. طالعين على الجبهة. شلون معنويات؟ والله الحمد لله عالي. ما لنا خيفانين من تحشيد الجيش، شايفكم عم تمشوا بالشوارع. الفضل لله الأمي قوية كثير كثير. وعم نستنى لما ما لنا عم نستنى. عم نستنى خليك. شو بنقول له؟ تفضل. عم نقول له خليك كثر جيشك لأن احنا في النظارة. ملينا من الجو ما هيك شايفين؟ ملينا ما في. لا ما بدنا جيش، بدنا أمن، بدنا. كثرون لهدول لهون اللي هاي. هو لهلا سنه بالجو هاي، صلى من بكير الطياره طالعه عم ترشرش علينا. جربونا شيء على الارض؟ جربوا الحمص؟ لسه ما جربوا شيء. نقول لهم تفضلوا تفضلوا ياخذوا حمص مننا. هلا مكثر الشبيحه، خلي كثر الشبيحه، احنا بدنا شبيحه، ما بدنا جيش، احنا اخوتنا الجيش بس بدنا شبيحه. شبيحه هدول المحرزين شوي محرزين الشبيحه. ايه هدول قتلهم بيجي ماكي طيب مستريون مشترى. الله يحميكم يا رب. الله يستركم يا رب. الله السلام. أهالي حمص، شباب حمص. هلا عم يحشدونا جيش، هلا بدهم ياخذوا حمص منكم. يحشدوا قد ما بدهم. ما نكفوا. ما نكفوا. خليني مط راسهم بس. ما نحن عم نستنى الفرصة من زمان يا زلمة. لا تخلانا من الجو شيخ، يمكن عم يخصف فينا، صار له سنة جربنا شيء على الأرض. ما خرجوا. لو بيطلع بعيده ما كان أصلا. طالعين على الجبهة هلا يمكن. إذا الله أراد. اشتقنا للجيش نواجهه. إي والله. ولا الشبيحة. إي والله. شي أكيد. هلا نحن طائفيين شيء. طائفية؟ شو طائفية؟ عنا شي طائفية؟ عنا طائف ليك نعيشين نحن. طيب شو بتعني هاي الإبادة اللي عم بيدوا فيها الطائف السنية؟ هن الطائفية آخر شيء الحصوية، عم يسكر العالم كله إنه هن الطائفية ما نحن. تطرفهم هذا تطرف الطائفي النصيرية. رسالة للأسف لجيشه هلا. رح نجينك ورح ندوس على رأس جيشك. مو بس هو جيشو، هو وينك وهالنسوان اللي حاطه على الحواجز كمان تبعيته. ما ضل عنده شبيحات جديدة، ما عنده رجال صار يحط شبيحات. شوفوا هاي معنوياتها لحمص، شوفوا على الطفل اخي الكريم. شوف شو عم يقول له، ساقط ساقط يا بشار. اذا الاطفال هيك معنوياتهم بقلب حمص. بقى بنقول له لجيشو تفضل على حمص وجرب اهالي حمص، لانه مشتاقين لك اهالي حمص على الارض. كل اهلنا والله. كل اهلنا. بدنا اليوم قبل بكره باذن الله. الله يعطيك العافية. نحن جايينه. وجايينك بالحمص. بالحمص يا أخي. إيه طبعا جايينك. أهلا وسهلا. الله معكم. الله يحميكم. إنهم رجال حمص. هذه معنويات رجال حمص وأهالي حمص. السلام عليكم. الله يحميكم. جايين من الجبهة لما طالعين الجبهة؟ والله كنا في الجبهة وعم ندور على مازن. كيفكم؟ الحمد لله رب العالمين. الله يحميكم يا رب. شهادة لما نصل إن شاء الله. قال عم يحشد له حمص. ان شاء الله يجيب الجيش العربي السوري حمص، معروف يشوف فيه تاريخيا حمص اهل الصمود. الحمد لله رب العالمين، جعلنا الحمد لله جعلنا خدام هذه العقيده باذن الله. الحمد لله ان شاء الله منصورين. مشتاقين للمواجهه. لك شلون المعنويات؟ والله مرتفع الحمد لله رب العالمين، رغم الحصار ومقله الطعام ونقص بالذخيره. مشتاقين لمواجهته. على وايد يدخل الجيش. لك متقوع المدنيين. خايفانين ما يدخل الجيش يا شباب؟
طبعا لا، ليش نحن موجودين هون؟ مشان يدخل الجيش؟ قاعدين نحن، قاعدين مستنى لاي شيء مشان نواجهه. يعني بنقول له تفضل لعنا؟ بعيد اهلا وسهلا. اصبح جايينك بالحمصين، غني له اياها. جايينك يلعب روحك، جايينك 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 يلعب روحك. انهم احباد خالد، انهم رجال حمص، رجال الخالدية ورجال حمص القديمة، إنهم أبطال حمص. خسئت أي اللحزد أن